عثمان الساخي احد افضل الرابر في المغرب الملقب بي كي اي المونس اللي حط اول تراك في الراب في 2008 يعني عنده اكسبيريونس ديال اكثر من 15 سنه. اول البوم ليه في الكارير كان سنه 2016 اللي ما لقاش نجاح كبير رغم انه كانوا فيه دي مورسو واعرين ودي فيوتشرينغ هاربين بحال فيت مع سلمى في تراك جينا. شريف تخ المشعلوك مات ولا رماد دموع المهم بحر اللي فوق وفلوك حتى الالمان جيلي قلب حيت عارف هاد القرايه كلها غير قالب جيلي تبع المظاهر جيلي عمرو كان السوجي ديال هاد المرسو هو كريتيكيو الجينيراسيون ديال الحاضر ويقولوا عليها بانها ما كتحشمش والمعايير النجاح مفقوده فيها. وكذلك كان واحد المرسو اللي عارف هاد الالبوم اللي هو هاد الديسك بالنسبه لهاد الطرا كيعطي فيه الريسبي للبيبليك ديالو وكيقول عليه بانه وقف معاه من نهار الاول فاش بدا وكيشكرهم بزاف على كاع السيبورت تلقى من عندهم وشجعوه باش يتبع الحلم ديالو. الى جينا نهضروا على الالبوم ديال مونس نيشن اللي كانوا فيه 18 تراك من الانترو حتى الاوترو ما تلقاش داك النجاح اللي كان منتظر منه وهذا بحد ذاته كان بحال النقطه السوداء في الكارير ديالو وداك الشيء هو اللي غيخلي عثمان يخدم البوم الثاني في الكارير اللي غيسميه ساروت او اوركا. البيبليك مقسوم على جوج كاين اللي كيقول ليه ساروت وكاين اللي كيقول ليه اوركا وانا مع البيبليك كيقول ساروت. بزاف ديال ديكستري كيدور في السوشيال ميديا من هذا الالبوم وحنا في هذا الفيديو غنسمعكم بعض منهم وفي الاخر ديال الحلقه نتوما حكموا كيف غيكون الالبوم عن طريقه ديال ديكستري اللي غتسمعوا. نسمعوا بخومي اكستري من الكوبلي اللي سمعت فيها التراك غيكون السوجي ديالو هو غدر الصحاب وكاع هادوك اللي كيضحكوا لي فوجو وفي ظهرو كينافقوا. نسمعوا دوزيام اكستري سمع 100% السوجي ديال هاد المورسو هو الحب وبحال كيتفكر الباس اللي دوز مع الساطة ديالو وهاد القضية راه نورمال كتوقع لأي واحد مدوز شي حاجة في الباسي وكيجي داك الحنين للماضي. وهنا عثمان فرغ داك الحنين وداك الفيلينغ ديالو في المايك انا ودلي بليز ما وطلق ودني بليز دوما جيتي فوق ديال قولب تو قولبني تفاق دريك عطيه اختك ليه ناكلنا عربازة وغير انت اللي مودين يا صاحبي نقولها فايز قام انتيق في القوم اللي كيعبدوا الارقام زي ما صحابو مطولين في الاخر غبودة كتبق واحد اللي عندهم مبادئ بكترة ما غالين قلالين كي صحاب لك كتشي سال هادشي كتر من سال خاصك غير تخدم مزيان وغاتوصل كاع اللي تستاهل ما تسنى حد يسام راه ما كتجيش بالسال ما كنقولش انا واعر تنشدك عاد كنتفاهم ودني كت كت حيت تعرفهم كيف كيف فليفون ديال بزاف عارفيني بديتها من اليف ليف تاع عشراني ليف ليف مره مره نيف نيف ولا شركنا شي طامره غدا اللوحو في الكنيف نيف. تروازيام اكستريم من التراكات اللي قدروا يكونوا في الالبوم كان شبعان نصائح تقصار ديالو فلو هارب وحتى من البيت اللي لعب فوقه مخدوم مزيان رغم انه مسيطر الكيك في الانستري ركز عليه بزاف باش ما يطلعش المورسو اولد سكول. كان تاكل شي وكنفكر فيها غريبه ضقنا حرب الدنيا بجوج قلنا هانيه شكون في نظركم كيفكر فيها وكينسى كلشي فاش كيكون معاه اللي دوز معاه الحاره والحلوه رغم انهم داقوا الحر الدنيا بجوج واش كيهضر على الحب ولا الحنانه ولا الموسيقى. اختار الجواب الصحيح ابعد دريم على الرقم 242. لا كنضحك نقدر نقول انا باللي كيهضر على الموسيقى اللي عاش معاه بزاف وتعدى في الطريق باش يوصل لهذا الشيء اللي وصل ليه هو دابا. ما في العين الطماضي كيتنكر مره نبغي ومره نقول انا ما قد دنيا صغيره من تزومي وغتحقق تلقى شي مات وشي طاح وشي حقق داز الوقت واللي جاي راك يحقد ما تسنى تحدي يجي يوريك فين حقك. كيعجبوني بزاف بحال هاد التراكات اللي كيكون الريمه ديالها هي عباره عن نصيحه ومنها كتاخد العبره وتكمل في طريقك وبحال هاد الستيل كيعرف ليهم المونس مزيان. سرينا في الجوا جات سرينا
هذا حتى هو مورسو نورمال وباين غير من هاد الكوبلي اللي سمعت ما فيهاش الفيلينغ بزاف حيت الموسيقى في اخر المطاف هي عباره عن احساس لكن انت كتحس بداك الشيء اللي كدير راه الموسيقى ديالك غتكون عابره للقارات هذا هو التراك اللي كيخرج ملي كتدخل الاستوديو وانت قلبك عامر عالم بغير الله كتفرقع مزيان وكاع داكشي اللي عندك تخرجه في المايك ابدع لي في هذا المورسو كون شي حاجه واعره رغم انه التراك ملحن ومخدوم مزيان غير من السمع اللي سمعت كتحس بان الريمه ملحنه وهادشي راه بحد ذاته فن كان عمر راسي بالثقافة بالليل كان عمرو بكتامية بقات في القلب والنظافة ماشي بضحك ونكتهية تشمل العاقة كل شي وراق وكل شي باغية تارية قليل لي عاق مرا كلهم تبعوا عيشة الأكتارية ما كاين لا ماضي لا مستقبل ما كاينش دابا الخمسة شوية السبعة وكان تستقبل هذا غير فري ستايل ولكن راه بوسيبل يكون تراك في الالبوم بعض التراكات اللي كيكونوا كبار كيبداو غير بحال هكا كيبداو غير فري ستايل حتى كيستقوا مفرقعينه في الفيوز واخر اكستري عجبني انا بزاف غير من ديك 30 سكوند اللي سمعت فيه خلى قلبي يتسنى غير وقتاش يتحط هذا الالبوم ونسمع التراك نسمعوا هذا البارتي من التراك ورجعوا من بعد تقوش وانا شد سيلو كان تعصر باوي تيقو دابا بحل الخاص وغايشريونا ايما في مغدر وانا كاي كانت بسم وكنقول سرى لي ما توريك شاب زوينة مخلناش المطراك زيت شي نطراج هاك النبرة ونصالح قادرة كينين بالكتراج هيتشا كتراج هيتي مورا 12 انا كنولي ودابا ومي الضحكة فطراج هينشي خطرة طاحو في ادمو لكن كنقول لي مادا بحل شي حاجة طفاج فينا اطفال وخبرنا باقي كنعودوا للقيادة كان عبارة عن فلاش باك لشي حاجة اللي وقعت في الماضي ومازال كتضر في قلبه على هادوك الصحاب اللي ما تقوش فيه من هربضة وبغاو دابا يتيقوا فيه من بعد ما وصل لوبجيكتيف ديالو كيف جاوكم دي زيكستري اللي سمعتو واش في نظركم غيكون الالبوم واعر ولا لا اشنو كتتوقعوا من التراكات اللي جايين في المستقبل انا بالنسبة ليا الموس كتعجبني الموسيقى تاعو عنده ستيل واعر في الكتابة وكيعرف كيفاش يفرش الديبونش ديالو الا جينا نهضروا على بروجي كالبوم كيبقى شي حاجة اللي كبيرة في الكارير ديال الارتيست الا جينا نعطيو المثال بحال دابا حتى شي واحد ما يقدر ينسال بيك والسبب هو انه حط احسن البوم في تاريخ الراب المغربي اللي هو مغاربة الموت لانسبيرا بي جينيراسيو على قده ديز البوم ديال لي رابر كيبقاو متورخين في الراب المغربي او الكارير ديال الرابر اون جينيرال لانه كيبقى ديما كتشبت سميتو بداك الالبوم وبزاف ديال الراب حطوا ديز البوم ومازال كتسمع السميه ديال الالبوم وما كتسمعش السميه ديال الرابر لانه انسبيرا بنادم وكنتمنوا للموس الخير في المستقبل الى هنا غيكون الفيديو سالا ديالنا بغيت نقول لكم واحد الحاجه سمحوا لي بزاف على التعطيل اللي تعطلت عليكم لاسباب شخصيه وان شاء الله غنرجعوا بقوه قوه بزاف غيكون فيديو كل سيمانه كيف العاده فيديو كل سيمانه ما عرفتش وقتاش واش الجمعه ولا السبت ولا حد المهم غيجي في الويكاند غلطوا لايك الفيديو وشبارطاجوا البلان مع اصحابكم باش هادشي يدور الماكسيم وتهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله يما غادي مراسك موسيقى اللي باقا جايبة بوكوراس لارس لارس كل ليلة متاستة زادت لكوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو سولو منتي شالي فوسط للكندور كندور كندور كنت مديرها دو عادي كانت صادة شي يمي يمو 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 راك اودي تاتي واري فوق لطاب الخولة كوكاية